العدوي شو بدك انا مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من صيدا القديمة وتحديدا من أمام مبنى فرن معنية. مثل ما عم نشوف بعد زميلنا يوسف فواز، يعني بين لحظة والتانية في حال حصل لا سمح الله أي هزة صغيرة ممكن هذا المبنى يسقط بالكامل. نطلع نشوف فعليا يعني التشققات، فينا نشوف أيضا الانحناء الكبير ب بالحيطان، يعني عم نشوف اذا ببين معنا ايضا كيف الطبقة العلوية كلها هارر السقف ايضا، يعني بمحاولة بسيطة او بمحاولة تدعيم المبنى بهذه الطريقة، بس لكن اذا حيجي حدا من المعنيين يكشفوا هذا المبنى ويتأكدوا من سلامته، ولا سيما انه هو ضمن حارة فيها الكثير من السكان، فيها الكثير من المنازل طبعا والأطفال. عم نشوف يعني هون مدعم بطريقة مثل ما قلنا فينا نقول بدائية، بس لحتى مبنى ما ينهار. بس فعليا يعني بحسب ما عم بقول لأنا هنا أصحاب هذا المبنى، أنه هناك انهيارات حصلت في اليومين الماضيين. يعني عم نشوف الأرض يعني الركام هناك، يعني نحن متواجدين بقلب فرن قديم، هذا الفرن مقفل من فترة يعني، بس عم نشوف إذا ببين مع زميلنا يوسف فوق يعني القناطر يلي انهارت جراء الهزات الأخيرة. طبعا يعني هيدا المشهد اللي عم نشوفه هو واحد من عدة مشاهد متواجدة بصيدا القديمة. مش عم نحكي نحن عن مشهد، نحن عم نحكي عن هيدا المبنى. بس فعليا كل منزل ممكن يكون معرض، كل منزل فيه طبعا، لانه هذه الحارة هي حارات قديمة، هي حارات يعني بحاجة لتدعيم، بحاجة ل يعني خلينا يعطيك الف عافيه. في شقه عزاوي يمكن توقع فوق، شفتها؟ ايه ايه فوق عزاوي. خليني بلش مع يعطيك الف عافيه محمود معنية. الله يعافيك. انتوا لكم هيدا المبنى؟ هيدا المبنى لنا. ايه نحن كنا فاتحينه والحمد لله كان ماشي الحال، بس توفى الوالد استثنائي صارت القصه وسكرنا الفرن. ايه قد ايش صاركم مسكرين الفرن؟ يعني هلا صاروا شيء 7 سنين الوالد متوفى. 7 سنين مسكرين الفرن. ايه يعني وسكرنا وعلى الوضع الظروف والوضع المعيشي. ايه ما عادش قدرنا نكمل، لاجل هيك سكرنا للفرن. بعد بفتره انبخش شوي صغير السقف زي ما انتم عم تصوروا هلا. إيه. شيء بسيط يعني. اول هزه اجت نزل نصه، الهزه هلا الاخيره نزل كله الحاط. هلا انت نزل جوا كله؟ كله السقف. هلا السقف كله نزل والحاط هذا فلتان. هيدا الحاط فلتان، يعني امتى ما كان تلاقيه وقع. فينا نقدر ناخذ لقطه صغيره من جوا؟ فيك تاخذ اللي بدك. أمان. امان امان انا عم بقول لك امان. نفوت شوي لجوا. اهلا وسهلا فيك، تفضل لنفرجي. هلا صارت هزه نحن وجوا، مش هيك؟ يعني نحاول نفرجي خطوره هيدا المكان. هيدا المكان والانهيار اللي حاصل، وهذا فعليا اذا مشاهدينا الكرام اذا بصير في اي يعني فاذا ايه خلينا نشوف هون. انا بدي اوضح لك شو اللي صار. هلا هون كان عندي هون فتحه صغيره. ايه اول هزه اجت نزلت تقريبا نصها هيك. ايه الهزه الثانيه نزلت هيدي كله، هي زي ما شايف الشباك نزل فوقنا يا وهي الحاط يعني فلتان. هيدا الحاط هلا فلتان، هيدي كانت برندا. ايه يعني انا عم اقول لك انا عم ناشد المعنيين انه يعني ما يقولوا والله نحن ما قدمنا طلب، نحن مقدمين طلب. ايه نحن هيدا الفرن يعني اثار لبات معنيه، ما عم اقول لك لا، هي العده بعدها موجوده. ايه هي الرقاقه كان يرق عليها بيي، هيدا الفرن وهي العجينه وهي الرقاقه وهي القطاعه هي تحت التراب. ايه هي ما تحت هي القطاعه، يمكن اولاد صيدا كلهم بيعرفوهم، ابو كل الشباب بيعرفوا وين كانت الاغراض. بس نحن عم نطالب لك يعني هذا اذا وقع هذا الحائط هذا طلع في صوره بس. ايه هذا اذا نزل على العالم شو بيجينا انا يعني كارثه. كارثه يعني بعد ما تصير الكارثه نقول والله ما حدا ما قلنا لحدا، لا نحن بلغنا وقدمنا الطلب للبلديه، انا مقدمها خاصه شخصا. يعني قدم للبلديه.
بنشوف يعني اذا يوسف بناخذ المشهد فوق الحيط اللي فوقنا بالهواء الحيط اللي فوقنا بالهواء يعني ما في شيء مهدد وهيدا بالهواء حبيب قلبي بالهواء يعني هيدا هزي بعد بتنزل هيدي هي بتنزل هيدي لا هيدا هيدا اوضه كمان نوم كانت لعمي طيب نحن خلينا نظهر لبرا يوسف مو في مجد يلا طبعا يعني مثل عم نشوف انا هو هي فرنها ايه شفت هبط كمان هبط طلع ايه نزل ما عاد في شيء فاذا هذه المشاهد مباشره من احد يعني فرن معني مثل عم نشوف هو المبنى متصدع بالكامل مبنى قايل للسقوط باي لحظه مثل عم نشوف خطوره هذا المبنى يعني الحجاره بالهواء طب شو الحل الحل هدمه لا بدنا نرممه يرمموا لنا هي بيترمم او بيترمم بيجي ناس طلع طلع ورقه طلع العمود ايه طلع العمود البنائي طلع كيف فسخ اوه هيدي جديد فسخ هيدي جديد هذا العمود هيدي الفسخه جديده هي يا اخي هي قدام عيونكم شوف قدام ما تكون هذا اساس البناء التعريقه طلع طلع يا مطهر هيدي فسخه جديده هيدي كمان فاذا حنرجع نحن نظهر لبرا يعني طبعا هون المكان خطر الصراحه السلامة هون صراحة في خطورة يعني نحن واقفين هون مطرح جدا خطر يعني بين لحظة ولحظة ممكن حتى بدون هزي يوقع علينا شيء ممكن فخلينا الزميل يوسف نظهر لبرا لحتى كم ايضا نكمل حديث من برا عم نشوف هيدا المشهد ايه يعطيك الف عافيه يعطيك العافيه ابو صالح حضرتك يعني من الاشخاص اللي بالاطفائيه وبالدفاع المدني بهيدا القديمه نعم. اليوم خطوره هيدا المبنى انتم ك في حال يعني انهار هيدا المبنى انتم منطقه هون كيف يعني نظرتك للموضوع قد ايه خطورته انا بدي احكي بالنسبه كشغلتي كرجل اطفاء يعني وانقاذ وطوارئ هذا المبنى يعني طبعا بده الناس كشف هندسي اللي المعنيين اللي هن شغلتهم بس ولكن الحائط زي ما شايفين الحائط منفخ وعم بنفخ اكثر فقال له هزه هذا الحجر بيظهر لبرا لما يظهر لبرا فالمبنى كله بيكون قايل للسقوط والصيدة القديمه لانه الحجر الرمري يعني اضعف حجر بتحكي بالخمسه سميقته وهذا البلد كله له ركوب على التزق بالتاني فبشكل خطر اذا لا سمح الله صار هزة او شيء ووقع هذا المبنى بده يوقع الابنية اللي حواليه فهذا الموضوع عند الناس المعنيين بس ولكن نحن الوضع منه سهل لانه الحجر لا سمح الله اي حجر رملي اي مبنى يعني بيهبط اي حجر رملي بده 2 و3 لحتى ينقلوه من محله فلذلك بيكون في صعوبة جدا 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 بعمليات الانقاذ لانه الاليات ما بتفوت على قلب الصيد القديم هذا الشيء بنضوي عليه انه اليوم الصيد القديمه اكبر شيء فوت عليه توك توك ايه يعني ما بفوت اليات المعدات الجرافات الرافعات ما بتفوت نحن عم نحكي ان شاء الله ما بيصير شيء بس ولكن هذا واقع موجود لانه هذا الحائط المبنى عم بنفخ يعني صار منفخ لانه التنفيخ والشقوق بالعرض اخطر ما يكون من الشقوق بالطول لانه قال هزه الضغط التقل الفوقاني حينفخ الحائط لبرا اكثر في سكن شيء فوق باخر الطابق في لا 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 في ظهره معش في حدا كان في حدا وسط ظهر ضهرناهم يعني كان في ناس قاعدين فوق سلام طيب خلينا حاجة عندنا نكمل فنحن في صراحه في عده ابنيه تقريبا مشابهه فيعني انا بطلب من طبعا المعنيين او يمكن عم بيتابعوا هن بشغلهم بامكانياتهم ما بعرف انه بدها صيد القديمه كشف هندسي فعال على الارض ويكون في يعني شغل بهذا الموضوع يعني لا سمح الله مش ببعث وقع الكارثه نصير بدنا نعمل كشف على اللي بيسوى وعلى اللي ما بيسوى فيفترض يصير كشف قبل لانه عم بيصير كتير هزات هذا مقدم طلب عليه نعم خاصه عم بيصير هزات ارتداديه كتير صيد القديم برجع بقول لكم وضعه مختلف عن باقي المناطق حجر اقل حجر 50 60 70 سنتي في حجار سمكتها متر وكله حجر رملي ومليان يعني شغله منا سهله بصراحه يعني ما نستهون بموضوع لا سمح الله اذا وقع اي بيت او شيء انا بدي اشكرك شكرك حارجع لعندك محمود تفضل كنت بدك تخبرني شيء نحن يعني اذا هلا ما عجلنا بالكرسي اذا توقع الكرسي بيقولوا نحن ما بلغنا هذا شيء ثاني
نحن انا عم بحكي بعائلة بيت معنيين، نحن انا مقدم طلب من 7-18 للبلدية. هي عمي كمان الكبير. انا ما بدي حدا يحملني مسؤولية، نحن بيت معنيين بدنا قبل ما توقع الكارثة، وحتى اهالينا بصيدا هن اهلنا واخواتنا واعراضنا، ما بدنا حدا يتأذى، طول عمرنا بيت معنيين هيك. واسألوا المين من بدكم هون بصيدا؟ هيدا اللي عم بحكي فيها. فاذا يعني كمان كنا عم نحكي انه حتى الاطراف مبينه هذا الحياة هذا زي بينزل هلا. انا هلا انتبهت له هلا، ما بعرف لازم نقيمه. طلع هلا انتبهت له، هيدا اليامه هيدي طلع فيها، هيدي اليام صارت امبارح، ما كانت هيدي، ما كانت اللي فوق على الزاويه والفرق مشقوق. صح صح، هيدا كمان جديد. انا عم بقول لك امبارح جيت واليوم قدام منك عم يصير عن هزة عم يهبط، عم بقول لك اياها الحطام فلته بس يعني. يا خايفانين من كارثة، بس ما بدناش حدا يتأذى، بس اللي خايفانين منه يعني. فإذا المشاهدين الكرام فاز المشاهدين الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبرشتي على الفيسبوك، يعني عائلة معنية هنا في صيدا ترفع الصوت لمعالجة هذا المبنى. يعني مثل عم نشوفه فعلا هي حالته مدري، فعلا هي حالته يعني هو أي للسقوط في أي لحظة. فتنا للداخل، شفنا بالداخل كيف تساقط السقف من الداخل، وأيضا عم نشوف بالخارج كيف المبنى منتفخ، كيف الدعامات، كيف الأطراف السقف مشقق ومنهارة. فإذا لا سمح الله يعني مشاهدينا الكرام، في حال يعني حصول هزة جديدة أو هزة قوية نوعا ما، ممكن أن يؤثر على أو يؤدي إلى انهيار هذا المبنى وتضرر جميع السكان القريبين من هنا. بس بتأكد كان في سكان التلي هون؟ كنا آخر طابق مسكنين الناس، بس ظهرني ومعاش فينا نحط حدا. صرنا شي 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر تقريبا لما هبطت ظهرنيهم. شو هبط فيهم ليه؟ ما هي هيدا الزاوية اللي قلت لك عنها، نزل فيها الزلمة وقت ظهرنيهم وبلش تهر كلها. طيب الجيران اليوم، هل الجيران في عندهم مخاوف؟ مين في ساكن طبعا طبعا مضروبه هي جيراننا، هي الجيران يعطيكم العافيه. عنكم هالمبنى مجاور لكم اليوم، عنكم مخاوف من وقوعه ياسر سلبا عليكم؟ اكيد، لانه البيوت كلها عم بوصول ببعضها، كل البيوت بوصول ببعضها. ايه يعني كلها الحطام ببعضها، وقع راح كل من هان وراح من هنيك. ما الفرن موصول بالبيت اللي جوا، البيت اللي جوا موصول ببيتنا. هلا حربيه بتصير او اي زلزال بتصير، هيدي بتأدي على كل العالم اللي هون بالمنطقه، لانه هيدي اذا بتنزل بتسكر الطريق كله. لا عندك طلع، هيدي كلها سوا موصوله هيك، خاف من الكوارث بموت حدا يعني. ضربه صغيره السلام عليكم، يعوضكم الله للاخر وللاخر لهناك. يعني بعد في شيء بتحب تضوي عليه؟ بس يا بدي ضوي انه المعنيين نحن انه يعجلوا فيه لنا قبل ما تسوق على الكارثه. بس هيك انا بطلب منكم. انا بدي اشكرك فاذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت على الفيسبوك، نحن معكم مباشره من احد احياء صيدا القديمه من حي فرن معنيه. مثل عم نشوف انه عم يطالبوا الاهالي هون ب يعني تدخل سريعا لكشف على هذا المبنى. مثل عم نشوف يعني هون ببين اكثر معنى كيف المبنى منتفخ وهو قايل للسقوط في اي لحظه. يعطيك العافية حدا أيضاً من فرقة الأطفاء. يعني هذا المبنى يلا حجل عنكم موضوع، هذا وضع خطير جداً. بالنسبة هيك كارثة إذا وقعت بمدينة صيدا خاصة، يعني كنا عم نحكي بصيدا القديمة هون ما في عنا آليات فور، ما في كل أكيد لأنه يعني صيدا القديمة صغيرة وعنا المركز هون، والمركز عده هو عناصره يعني. أنا حقاً منه ما في آليات تطلع هون، ما في يعني. هلا الله ما يقدر، بس هون في وقف في مشكله صغيره اكبر يعني. اذا الله ما يقدر صار في سقوط كذا مبنى، ما عندك انت جهاز بمدينه صيدا، جهاز انقاذ مخصص هالشيء. سيبي يطلب دعم من بيروت ومن هون حتيجوا على صيدا. طب اذا صار شيء كمان ببيروت، كمان مين يلعب ببيروت يعني؟ هون ما عندك انت عدد كثير. بس باوروبا بالمانيا الفاير مان رجل اطفاء يعني كل شيء عنده اختصاص، هيدا اختصاص انقاذ الاخلاق المباني. هيدا اذا وقع اطفاء علق جوا عنده اختصاص. هون ما في عندك سلامه عامه
100% بمدينه بلبنان. هذا اللي بقول لك عنه نحن، هذا كله حكي يعني تزيق يعني سند. يا زي تركيا مثلا، كم مبنى اشاط اجوا بقى طلع الجيش، طلع الصليب الاحمر. طب افتراضا صار شيء كمان عنا، بس بدي اسمح حالهم عنا هون 100%. هذه ان شاء الله يعني ان شاء الله ما بصير في اي ضرر. نتمنى السلام، نتمنى السلامه للجميع. يعني فاذا سكان هذا الحي يطالبون مثل ما ذكرنا. منظر شو؟ انا واقع منه للفرن. تفضل خلينا نفوت لجوا. ما بعرف اذا ممكن يساعدنا الكونكشن انترنت جوا. اعطيني التليفون، خذي هذه. طيب زين انتم شايفين غواريب عتمه واشياء مخيفه يعني. خلينا نقرب يوسف، شوي قرب شوي. هذا كله لنا بالحال. اوكي محل ما هيدا لهون شوي. يعني احنا مشاهدينا الكرام لهون حتى واصل لانه حنحاول بس الاضاءه شوي، لانه احنا المنطقه المتوجهين فيها هي منطقه يعني. فإذا مشاهدينا الكرام مثل ما يعني الصورة اللي حوالنا إلى جوا هي سوق، بس بسبب سوق الانترنت في الداخل طبعا. يعني مشاهدينا الكرام نحن مش الحال يعني، حاولنا قد ما فينا ناخذ لقطات. بس بدي منك شغلي لك فوق المحل ما فسخ الزاوية صح. هذا المبنى كمان متابع معك. بعد في حالات كتير الحقيقة. هلا في حالات تانية حورجيك. في حالات كتير لما صارت هالهزات هيدي مش الجمعات عجلية. بعد في حالات جوا بالزواري بني كذا بتحب تشوفها منفرجيك عليه. احنا فايزا يعني طبعا في بعض يعني رسالته جوا اليوم العاجلة، رسالة عاجلة بتوصل. طلع فينا الدولة. بنتمنى لكل المسؤولين تنزل لهالأوضاع هيدي اللي نحن عم نمر فيها. قبل ما يصير لا سمح الله يعني الهدم يصير على هالأطفال هيدي الموجودة. أنا بدي أشكرك وراح أختم بهذه يعني الرسالة مثل ما مشاهدينا الكرام، أنه هذا المبنى مثل ما ذكرنا سابقا أنه معرض لسقوط، أي لسقوط. دخلنا للداخل شفنا الأضرار جراء الهزة الأخيرة، وعم نشوف فعليا يعني الأهالي عم يطالبوا، هن رفعوا الصوت وقدموا طلب وعم يطالبوا المعنيين بالكشف سريعا وإجراء اللازم قبل وقوع الكارثة. كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد.